السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة شغل مختلف تماما، إلكترو وريميكس، شغل عالي جدا. انت لو ركزت فيه هتطلع منه شغل كويس جدا. قبل ما نشوف الفيديو مع بعض، اتمنى تعملوا سبسكرايب واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان انا بتعب بجد عشان اوصل لك معلومة تستفيد منها، ممكن من خلالها تبقى دي جي عالمي في مصر. فالفيديو اللي احنا هنشوفه دوت عبارة عن بروجكت انا تعبت جدا علشان اعمله بصراحة، على قد ما قدرت علشان اوصل معلومة انك انت تقدر بكل سهولة وبالخامات اللي على الفول استوديو، تمام، انك تطلع منها ريميكس وتطلع منها شغل زي ما انت عاوز. ممكن حتى تعمل اغنية لعمرو دياب وتغير لحنها، الكلام ده كله كل دوت جايز. ليه لأ؟ مدام فيك دماغ وعارف تشتغل. فنشوف كده بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو كده مع بعض، تمام. ديت ثواني، دي موسيقى، تمام. استنى لاخر الفيديو وهتعرف ان انت اتفرجت على شغل كويس، تقدر انت من خلال الفيديو ده تعمل الشغل ده كويس. وانا هنزل لك البروجكت علشان برضو تستفاد منه، تمام. وعندك دي تمام، طاسة انت بمجموعات بسيطة او بتكات بسيطة وبشغل بسيط جدا تطلع موسيقى هايلة وجميلة جدا وعالية والكل يسمعها من اول مصر لحد اخر بلاد المسلمين. فتخيل انت لما تيجي تشغل وتشوف، يعني انا عملت القايمة دي ما خدتش مني يدوب 10 دقايق على بعض او ربع ساعة بالظبط القايمة دي، فما بالك انت لما تعمل بقى الريميكس كامل. فيبقى شغلك اللهم صل على النبي شغل جميل. فنسمع مع بعض كده. نسمع اسمع التراك من اوله لاخره. انا عامله يدوب يعني ما يكملش دقيقة، بس علشان اوصل لك معلومة انك انت تقدر تعمل ريميكس، تقدر تعمل شغل جامد تشتغل بيه كل حاجة. نسمع مع بعض من البداية. We'll be right back.
تمام كده زي ما انتوا شفتوا قدام حضراتكم، شغل بسيط جدا، ما لخبطتش نفسي نهائي. البيانول، الكيك، كلاب والهيتس، كل حاجة برواقة رواقة كده وبهدوء. طلع شغلي في 10 دقايق أو ربع ساعة، عملت مجموعة زي دي بفنك وبتركيزك وبدماغك كده وبعقلك. تقعد بهدوء تطلع باقي التراك، تخلص شغلك، تحط بصمتك، وزي ما قلنا التكة لوحدها والهيتس لوحده، تشوف حالك كده وربنا معاك. أتمنى من حضراتكم تعملوا سبسكرايب واشتراك، تفعل زر الجرس إن شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم دي جي وليد حسن، شبح الخصوص.